قيادة القوات البرية تستقبل قائد القوات الأمريكية للقيادة المركزية الوسطى في مقر القيادة، حيث تم التباحث حول أطر التعاون والتنسيق المشترك بين البلدين. تستمر لجان المتابعة بتفقد عوائل الشهداء والجرحى للاطمئنان على أحوالهم وإنجاز كافة المتعلقات الخاصة بهم. حسب توجيه قائد القوات البرية، تستمر لجان التدريب بزيارة الوحدات المحررة للتدريب ضمن الأسبقية 9 للإطلاع على سير التدريب ومدى الاستفادة منه. قيادة عمليات ميسان تنفذ عملية دهم وتفتيش ضمن قضاء قلعة صالح، أسفر عن العثور على أسلحة خفيفة ومتوسطة وكميات من الأعتدة. ضمن عمليات الإرادة الصلبة 8، شرعت قطعات فرقة المشاة 20 بعمليات بحث وتفتيش أسفرت عن العثور على عبوات محلية الصنع تم تفجيرها تحت السيطرة. فرقة المشاة 11 تقوم بتوفير الحماية للزائرين وتقديم الدعم الإنساني والمعنوي لهم.